اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده عايزه اشكر كل مشاهدينا وخاصه اللي كانوا بعتوا لي رسائل دعوات بالشفاء وكل الناس اللي سالت عليا وكل الناس اللي اتصلت وكل الناس اللي ما قدرتش ارد عليها سامحوني يعني وكل الناس اللي سالت زمايلي في الاعداد وزمايلي في الاخراج كل الناس اللي سالت في كل على فريق البرنامج عليا ربنا يجازيكم كل خير ربنا يعافيكم يا رب من كل مكروه وسوء ويا رب يعني يجعل دعواتكم ليا في ميزان حسناتكم دعواتكم وصلتني وفضل الله الحمد لله انا النهارده انا احسن وموجوده النهارده على الهواء بس عايزه احكي لكم يعني انا تعبت فجاه زي يوم الجمعه اللي فات هي عايزه احكي اقول ده علشان محتاجه يعني اطلع يعني في رساله من اللي حصل ده وهو كان التعب ده جاني الجمعة اللي فات دي على طول أنا كالمعتاد بروح أصلي صلاة الجمعة في المسجد وكالعادة رحت اتوضيت ورحت المسجد علشان أحضر الخطبة وبعدها الصلاة أنا حضرت الخطبة وسمعت الخطبة كل حاجة والحمد لله يعني وأقام الصلاة قمت عشان أقف مع المصليين وفي الرقعة الأولى بعد فاتحة الكتاب بعد ما الشيخ قرأ الفاتحة دخل في الآيات في سورة قاف وعند الآية بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سقرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وأنا وقعت وهي كانت بروفة في رأيي كانت بروفة موت وأتخيل إنها أنا شفت كل المراحل اللي أنا قرأت عنها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الاحتضار يعني والسكرات لأن أنا طبعا المشهد اللي أصحابي شافوه يعني ربنا يكرمهم ويجازيهم يعني أنا طبعا يعني بقول لهم سامحوني إن هم اتخضوا جامد والنهاردة كانوا بيحكوا لي برضو النهاردة في الصلاة يعني إن هم المشهد زي كان صعب انا قبلها وانا واقفه في الركعه الاولى من بدايه يعني تقريبا من الفاتحه كده وانا بدات احس ان كان في حاجه بتنسى انا مش عايزه احكي قوي عشان المساله لسه مأثره فيا فاحكي سريعا يعني حسيت ان في حاجه بتنسحب من قدمي من القدم وطالعه لفوق 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 لحد يعني انا تشاهدت يعني ربنا اكرمني ونطقت الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وايقنت وقتها اني احتضر وان دي هي السكرات وقتها انت بتبقاش بتفكر في الدنيا ولا مفكر في اي حاجة انت وقتها بتفكر ازاي ان انت يعني والحمد لله يا رب ان شاء الله يعني وقت احتضاري اكون على يعني هذا الثبات فقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وفي نهاية محمد رسول الله كنت لسه يعني عايزة امسك ايد صاحبتي اللي جنبي والتانية بس ما لحقتش طبعا هما قالوا ان انا وقعت يعني فجأة وعلى حسب ما حكولي يعني ان انا عينيا رجعت لورا وبدأت حشرجة النفس اللي هو الاحتضار يعني لا اله الا الله وقتها انا ما حسيتش وما سمعتش حاجه وفقدت الوعي هم طبعا خلاص هم شايفيني بحتضر يعني هم خلاص ايقنوا هم كمان ان ده الاحتضار وخلاص يعني دعنيها قلبت وتلجت يعني تلجت جسمي تلج وخلاص يعني يعني وشي يعني كان مفيش دم يعني الى ان اراد رب العالمين ان يمنحني فرصه اخرى للحياه انا شايفاها كده لان انا حتى وقتها انا كنت مش وعي طبعا انا مش سامع مش شايفه حد ولا سامع حد بس بعدها على حسب لان هما كانت الافاقه بيفوقوني من الركعه الاولى لحد اللي خرجوا من الصلاه معايا هما كانوا بيفوقوني وبعد كده الناس اللي هي بقى خلصت صلاه جم فكل الوقت ده كان بيفوقوني يعني فالوقت اللي هما كان بيحاولوا ده انا ما كنتش سامع حاجه بعدها بدات اسمع اصوات بس سامعه صوت بكاء فكما اخبرنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم
ان الميت بيبقى سامع صوت الناس يعني، وبعد شويه بيميز ده صوت ابنه، ده صوت اخوه، ده صوت كذا، ده صوت كذا. بدات اميز صوت صحباتي من الاصوات، وهما بينادوا عليا باسمي، واللي بيبكي وكده يعني، اللي بتبكي يعني، فسامع صوت عياط يعني. بس انا مش عارفه هو ايه ده يعني، ما هل انا ميته؟ هل انا يعني على قيد الحياه؟ معرفش. فبعد شويه بدات انا اتفتح، اللي هي حسيت، لان هم قالوا بعد كده بداتي يعني في حاجه بدات ترجع يعني، مش مثلا هم اللي بيحكوا لي، قعدوا فتره عقبال ما تملكوا نفسهم يعني، بقى لهم كام يوم اتخضوا من المنظر. وانا كمان طبعا الموقف كان رهبه الموت يا جماعه، رهبه الموت، سبحانك يا رب اللي احنا يعني قربنا او بعد. طبعا هي كنت هموت على حسن خاتمه يعني، الحمد لله يعني، كانت هي البروفه دي كانت هتبقى حسن خاتمه، ان انا كنت ممكن اموت وانا بصلي في صلاه الجمعه، فاكيد كانت هتبقى حاجه بفضل الله، كانت هيبقى من ربنا عليا ورزق ربنا ليا يعني، كانت حاجه هتبقى جميله يعني. ولكن شاء رب العالمين ان يمنحني فرصه اخرى للحياه، ربنا اراد ان انا احيا من جديد، ربنا اراد أن يعلمني أن كل يوم أنا بفتح عيني وبتنفس فيه فهي منحة من ربنا، هي رزق، هي نعمة إحنا ما إحناش شايفينها. والدنيا مهما عظمت همومها يعني، سيبك بقى بعد كده هم طبعا خدوني ودوني المستشفى وضغط أصلي عالي أصلي مش عارف يعني كلها، ما هو البني آدم ممكن يموت يقول لك أصلها سكتة قلبية يعني، ممكن نفس الأحداث بالظبط تحصل بالظبط، يقولوا سكتة قلبية أو تقرير بتاع سبب الوفاة إن هو ارتفاع مفاجئ في الضغط أو حصل هبوط في الدورة الدموية، بنشوف ده في تقارير الوفاة. فممكن كان هيبقى تقرير الوفاة بتاعي كده يعني ولكن يعني أي من كانت الأسباب يعني، وإن إحنا بعدها فقت والحمد لله أنا قدام حضراتكم دلوقتي، أي من كانت، بس في الآخر كنت بدور على رسالة يعني. كنت دايما بقول لكم دايما ربنا بعت لنا رسائل، فاحنا لازم يعني لازم الواحد يكون فاطن ليقرأها. فأنا حسيت إن في رسالة، كان يعني هما الدكاترة قالوا إنها ضغوط نفسية، وما أدراك يعني، كلنا عندنا ابتلاءات وكلنا عندنا مشاكل مع هموم الناس بصراحة يعني. حسيت إن ممكن يكون هو ده الضغوط اللي كانت زيادة مع الإرهاق والشغل وكذا وكذا. تلاقي الدنيا فجأة بعد ما تفوق بقى يعني، انت خلاص يعني رجعت للحياة تاني، بعدها بتحس ان الدنيا دي يعني مش قد كده، هي لا شيء، والله لا شيء، بكل همومها، بصراعاتها، بالناس اللي هي متخاصمة، بالناس اللي انا يعني شايفة ان هم في تلاقي في ناس في تشاحن وفي تباغض وفي صراع على الحياة، وهي الحياة كلها احنا فايتينها، ده بالعكس ده في خدعة كلنا مخدوعين فيها، ان احنا مش عارفين هنموت امتى يعني، ما احنا مش عارفين كل واحد امتى لحظته امتى، هو يأتي وقت الاجل محدش عارف. احنا بقى خدناها بالعكس، احنا بقينا يعني علشان مش عارفين هنموت امتى فعايشين كأننا عايشين ابدا، وما حدش مدرك ان هو في لحظه يعني خد معاه بقى صحيفته ايه يعني، صحيفته اللي ماشي بيها ايه، شنطته اللي هيمشي بقى بيها، كده كده ماشيين كلنا يعني. مش عايزه اكئبكم ولا عايزه يعني احسسكم قد ايه، ولكن هي حقيقه الوحيده في الحياه هي الموت، شئنا ام ابينا، كرهنا ام احببنا، فهي حقيقه يعني، هي دي الحقيقه اللي احنا هنشوفها كلنا. ليه بقى يعني قعدت افكر، هو ليه بقى صحيح الناس تتصارع والمناصب وكذا وكذا وكذا، ليه ما بيفكروش ان هو يعني وقت ما هو بقى يعني وقت ده هو مستني الدعوات ومستني قد ايه ممكن رحمه ربنا بيك، وازاي حسن الخاتمه، وازاي تخفيف سكرات الموت، كل الحاجات دي يعني ممكن تيجي ازاي الا من عملنا، وليه احنا برضو الناس كلها بعيده عن بعض، وليه بتكسر علينا الهموم يعني لدرجة ان ممكن ناس بتجيلها امراض او يجيلها ارتفاع ضغط او يجيلها كذا، فتبقى الهموم هموم الدنيا دي. عشان كده دايما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي بان الدنيا يعني لا تجعل الدنيا في قلبي، يعني تكون الدنيا في ايده عشان ما يبقاش ليها هي الهم، هو بيرضى بما قسمه الله. فهي كانت الرسالة
اللي جاتني من الحدث ده يعني، وما أدراكم هو حدث صعب يعني، وقد إيه حسيت إن أنا مفروض أشكر ربنا على النعمة، وإن أنا أحسن عملي في الفترة اللي جاية، وأعمل أكتر على إسعاد الناس، وإن أنا أشتغل. لأن هو سيدنا علي رضي الله عنه بيقول لك إن ربنا لما بيختار حد لخدمة الناس فده هو ده اللي ربنا بيحبه. يعني إذا أحب الله عبدا يعني اختاره لخدمة الناس أو اختاره لإسعاد الناس. فالواحد يشتغل على ده أنت هتبلغ محبة ربنا، أنت هتبقى في معية ربنا. فنشتغل على ده ونشتغل، وإزاي إن إحنا نحس بكل نفس طالع مننا إن إحنا دلوقتي إحنا غير الناس اللي ماتت، إحنا عندنا مازال عندنا فرصة الحياة، نعمة رزق إحنا المفروض نشتغل فيها ونحسنها إزاي. يعني دي في عجالة عشان أنا مش حابة إن أنا يبقى كلامي يعني في يعني أثقل عليكم ويكون تقيل قوي على القلب، ولكن هي الحياة كلها قصيرة مهما يعني عظمت ابتلاءاتها، فهي كلها في الآخر فانية. وقد إيه إحنا محتاجين إن إحنا نكون قريبين من بعض، والأهل يعني نبعد بقى شوية، بقينا في زمن الكتابة، إن إحنا حتى الناس الأهل والقرايب ممكن يبعت لك رسالة على الواتساب بيسألك أنت عامل إيه. بقينا حتى نكسل إن إحنا نكلم بعض، بقينا نكسل إن إحنا نشوف بعض، وهي في الأول في الآخر حياتنا قصيرة، وقتنا قصير، محتاجين إن إحنا كل واحد يعيد ترتيب ترتيب حياته. وأنا أكتر الناس اللي أنا قعدت فترة العاية بتاعي ده قعدت أفكر إزاي ممكن الواحد يعني يغتنم حياته ويسعد بيها، وإحنا مش بنقول يزهد يعني، لا يسعد بيها، ما هو ربنا خلق لك كتير من النعم، فازاي تسعد بحياتك، وازاي تحس ان النعمه اللي انت ربنا بيديها لك كل يوم بتحسن فيها، بتحسن النعمه، تحسن استخدامها، عشان ربنا ان شاء الله يعني يرزقنا بحسن الخاتمه، وان شاء الله باذن الله تعالى يكون يمد في كل اعماركم يا رب، ربنا يعني يمد في اعماركم ويحسن اعمالكم يا رب، وانا معاكم ان شاء الله رب العالمين. يعني سامحوني لو اطلت عليكم او ان انا اثقلت عليكم او قلت كلام مش لطيف، ولكن حسيت ان انا دي كلمه ربنا سبحانه وتعالى يجازيني عليها، وان احيانا لما ربنا بعت لك رسائل المفروض الناس كلها تعرفها والناس كلها يعني تتعلم من حاجه. ما هو انت بتشوف يعني حكايات كتيره من الناس، لو الواحد كتم يعني وما قالش فهو بس اللي اتعلم، لا ليه؟ انا اي حاجه بعرفها بحب الناس كلها تعرفها، لعلها تكون يعني فيها خير ومنفعه لحد، وربنا ياجرني يعني حتى لو واحد استفاد منها. يعني اتمنى ربنا سبحانه وتعالى دايما يستخدمنا ولا يستبدلنا.